ضمن مبادرات عام زايد 2018 وإحياء لذكرى مؤسس دولة الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، قدم سفير الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي 20 شتلة نخيل إلى بلدية صيدا. الشامسي غرس إحدى الشتول في حديقة القصر البلدي بمشاركة رئيس البلدية محمد السعودي. مدينة صيدا لن تنسى المكرمات اللي قدمتوها للمدينة. طبعا نحن عنا حديقة باسم الشيخ زايد، وهذا شرف إلنا أن نكون كمان هالبلحة هاي أو النخلة هي في قلب بلدية مدينة صيدا. بدوره أثنى الشامس على الجهود والإنجازات التي يقوم بها المجلس البلدي على الصعيد كافة، ويعد هذا النشاط في إطار الحملة التي أطلقها الشامسي لغرس 500 شجرة نخيل تم استيرادها من الإمارات وتشمل 21 بلدية في مختلف المناطق الساحلية اللبنانية.